السلام عليكم، معكم محمود حبايبنا اللزم اللي هيموتوا ويتجوزوا من روسيا. حبايبنا انتوا جيتوا في المكان الصح. روسيا فيها ناس كويسة، بنات كويسة للناس دي، او الناس دي مخلفين بنات كويسين يصلحوا للزواج، ولكن بشروط من اللي انا بقولها لك في القناة. لازم يكون كذا، والاخلاق والتصرفات، واهم حاجة من وجهة نظري السلك الوظيفي لهذه المرأة اللي انت هتتجوزها او البنت اللي انت هتتجوزها. قبل ما تتجوزها كانت بتشتغل ايه؟ وظيفة عليا ولا دنيا؟ كانت بتحتك بناس عاملة ازاي؟ اتعلمت منهم طريقة كلام عاملة ازاي؟ طريقة تشويح بالايد عاملة ازاي؟ تصرف في المواقف عامل ازاي؟ اتعودت تاخد مرتب حجمه ايه؟ وبتصرفه في ايه؟ واوقات فراغها ايه؟ بتقضيها في ايه؟ والاهم من ده كله، صنف او يعني ساعات العمل من انهي صنف؟ يعني اللي هو شفتات انهار وليل وحاجات كده، ومتعوده ان هي بتقضي في بيتها ساعات قليله، حتى لما بعد ما تستقيل وتقعد معاك في البيت وتبقى ربة منزل هتلاقيها بتقضي معاك وقت برضه قليل كده، لان هي اتعودت لفتره طويله ان هي تشكل حياتها بهذا الشكل. الفري تايم عندها بقى لها سنين مش متنظم، فمش متعوده ان هي هتقضي الوقت ده في حاجه مفيده غير النوم، الاكل، شغل البيت. فحضرتك غالبا مش هيكون ليك مكان، فلازم تعرف كويس وظيفه او الوظائف السابقه اللي اشتغلتها زوجه المستقبل، لان الوظيفه بتشكل المراه اكتر بكتير من الوظيفه ما انها تشكل الرجل. الرجل هو اللي بيشكل الوظيفه وبيشكل البيت بتاعه خلاف الوظيفه، يعني في العمل بيبقى بشكل وفي البيت بيبقى بشكل. الراجل بيصطدم كتير مع انظمه العمل، لذلك نسبه الاستقاله وسط الرجال اكتر بكتير من استقالة النساء، لأن النساء الوظيفة والمتطلبات الوظيفة بتشكلها هي، بتتشكل حسب الوظيفة عايزة ايه، واحيانا بتشكل بيتها بنفس الشكل وشخصيتها للمستقبل لحد ما تموت. فلازم تعرف كويس جدا المرأة الروسية دي اشتغلت ايه، لان هي ممكن ما معهاش مؤهل عالي، خلصت هاي سكول او خدت معهد سنتين وبتشتغل من وهي عندها 17 سنه او 18 سنه، وانت جوزتها عندها 23 سنه، فكرك ان هي لسه خريجه بقى زي خريجه الجامعه بقى لسه جديده ورور كده وهتعلمها كل حاجه. لا، دي جايه لك متعلمه حاجات كتيره جدا وما عندهاش مكان انها تتعلم حاجات جديده احيانا. فمهم قوي السلك الوظيفي السابق لزوجه المستقبل الروسيه. حبايبنا لازم، انا بقول لك حاجه لمصلحتك، ناس كتيره حاليا بتشتكي منها، بيقول لك مراتي حتى في ايام اليومين اجازه بتشتغل يومين ويومين، حتى يومين الاجازه بيقول لك ما بتقضيهمش معايا، نايمه كتير، تروح تزور صاحبتها، تروح تجيب حاجه من السنتر، تتسوق، تجيب حاجه البيت، تزور امها، تنام، تاكل، ويقول لك وانا ماليش غير ساعتين في اليومين، يا اما التلفزيون يا اما البلانشيت او التابلت، فيقول لك انا فين؟ طب انا خليها تسيب الوظيفه، يضغط عليها لحد ما يسيبها الوظيفه. فيبقى النتيجة ايه؟ برضو بتضيع الوقت في شغل البيت وبتاع ده، وبرضو ما بياخدش في الاسبوع كله غير الساعتين. فيقول لك هو انا مكتوب عليا، طب انزلي اشتغلي بقى وانا هعمل ايه؟ وراح اتجوز انا واحدة تانية بقى تديني الخمس ست ساعات 10 ساعات اللي انا عايزهم. يقول لك ارجع من البيت ما الاقيهاش لانها عندها شيفت ليلي. يقول لك وانزل الصبح شغلي وهي لسه ما رجعتش. يقول لك ده الحياة المرار دي. فعشان ما تشوفش حياة زي دي، انا بقول لك لازم تدرس كويس السلك الوظيفي للمرأة وتشوف جهوزيتها لتغيير هذه الحياة، وهل عندها القدرة ان انت تشكل لها حياتها وشخصيتها مع الوقت ولا لا. عندك المقدرة وهي عندها المقدرة، ولا انت مكسل وحاسس انك مش قادر وهي عندها رفض للتغيير وان خلاص هي ده ستايل حياتها ومش هتغيره. فكر فيها، والتجارب السابقة تحكم. التجارب السابقة مخلياني اعمل لك الحلقه دي عشان انبهك واعمل لك جرس انذار. اسال 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 واستفسر من زوجه المستقبل قبل ما تتجوزها السلك الوظيفي بتاعها، تاريخه ايه، وطبيعه العمل كام ساعه، وكانت بتاخد فلوس قد ايه، وبتصرفها على ايه، والوقت الفاضي بتاعها بتوظفه ازاي. كل الاسئله دي مشروعه وممكن تجاوبك عليها ومش سر. فلمصلحتك يا حبيبي لازم بقول لك الكلمتين دول، وبالتوفيق ان شاء الله، وزيجة سعيدة وذرية وفيرة بإذن الله تعالى. السلام عليكم. أمان.